ألف مشاهد مسرحي بفترة زمنية معينة، لا تاجر المخدرات ولا اللي عنده شك الدعارة ولا القاتل، القاتل مستعد يسلم عليك بالحبس لأنك بهيك تهمة. كيف صحيح. بدك تكون مشاعرك؟ قد ايه بدك تستحمي هذا الأرض؟ إنك تكون بثروة الثقافة والمسرح والفن تنتقل بظرف وقت مشان حدا عنده هوى شخصي تنتقل لأسفل أسفل 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 المجتمع وظلم. هل كان عندك كثير قناعة واقع. زياد؟ أنا في قهر، في قهر ما عم بخلص منه. أنا عم جرب، يعني بيقولوا لي فلان حكى هيك، أنا مسامح كل العالم، ما عندي مشكلة مع الناس. أنا قلت امبارح إذا خلص القرار الاتهامي القاضي أبو غيدة، اللي حيسمي اللي تورط وتسبب بمظلوميتي حلاح ولآخر يوم بعمري. أنا من زلمة ماني حقود، بس أنا هيدا الحق بدي آخده، يعني بدي آخده. وأنا القضاء وفرع المعلومات شعبة المعلومات أثبتوا لي لا، في أمل بالبلد إنه يبين حقك، حتى لو كنت مواطن ما عندك هالمعارف أو شيء، حدا أو ضغط أو حدا، أو مواطن عادي بسيط بتقدر تاخذ لقمتك من مصلحك، من تعب جبينك عم تربي بنتك، لا بتكافح. أنا أعطوني أمل، يعني أنا بفهم اللي حكاية الشيخ أحمد الحريري، في كتير مظلومين صح، بس كمان في ناس عم يشتغلوا بضمير. بدي أقولها، يعني بدي أقولها إنه عم زكي حدا على حدا. طب ليه عنا اللواء عثمان، ليه عنا العائد حمود، ليه عنا هالناس البروفيشنال المحترفين اللي عندهم جهاز بيقعدوا معك بوجهك، تلاميذ جامعات، بيقعد قدامك تقنيين، بيقعد قدامك محققين على الفاصل على الهمزة، وواصلين معك بدون ولا ضغط. اقنعني، بس لو ما بيقول لك وقف اقنعني.